معايا المفكر الكبير والكاتب الدكتور جابر عصفور. دكتور جابر، مساء الخير يا فندم. مساء النور. مش عارف اذا كنت حضرتك يعني مهتم بالارشفه ولا لا، يعني احيانا مثلا. لا طبعا. نعم، كجزء من عمل سيادتك. واحنا بنتكلم عن الماضي والحاضر، بنستعرض عناوين لصحف قديمه يعني من 20-25 سنة لما كنت أنا بتكلم دلوقتي، وعناوين عن العشوائيات، القنبلة الموقوتة، الحاجات اللي هي يعني كانت أزمات تعتبر مزمنة، كنا ننظر إليها كأنها يعني أزمات مزمنة. الآن الواقع بيتغير، شفت ده إزاي يا دكتور جابر؟ شايفه إن بقى فيه إرادة سياسية حاسمة للتغيير المادي، وإن هذه الإرادة بتمارس نشاطها بصلابة وصرامة على أرض الواقع. ومن هنا بقى عندنا تغيرات مادية لا يمكن لأحد أن ينكرها. فأنت كان عندك كتير جدا من الأحلام هي بتتحقق، وكان عندك كتير جدا من الكوارث الآن بتختفي. يعني احنا جينا فترة من الفترات لو تفتكر، ولو انك انت يمكن تكون اصغر مني بكتير في السن، وده مش ممكن، ده هو ده الحقيقة، انت هتيجي فترة من الفترات هتلاقي الناس بتتكلم عن العمارات اللي بتقع لفساد الانشاءات، ومؤولين الربح مش مؤولين بحقه حقيقة. صحيح، في فترات كده العمارة اللي بتقع، وهكذا. في فترات الناس بتتكلم فيها عن العشوائيات وحلمها انها تروح، لكن في منطقة الأحداث. هي دلوقتي على أرض صلبة وفي منطقة بيتحول فيها الكلام إلى واقع ملموس بنشوفه كلنا بعينينا. رغم انه اللي بيحصل يعني في الوقت الحالي هذا التغيير الكبير بياتي والبلد بتعاني يعني ظروف صعبه في كل الاتجاهات، يعني حتى يعني على المستوى الدولي عندك كان الوضع في ليبيا يعني الحمد لله بدا يتحسن، كان الوضع في ما يتعلق بسد النهضه، الوضع فيما يتعلق بالارهاب، ومع ذلك يعني في الكام سنه اللي فاتوا استطاعت الدوله انها تجعل من عناوين الصحف اللي احنا استعرضناها من خلال الارشيف قبل قليل يعني شيء من الماضي. ده صحيح، بس انت دلوقتي ده عندك إرادة، لان واحد عندك خطة تنمية اقتصادية وصناعية سليمة لا ابعد حد، وبتدي اثرها على الواقع وفي عالم صلب مش خيال. ولهذا انت بتشوف تغيرات كتير جدا بتحصل على الارض المصريه، ابتداء من الساحل الشمالي وانتهاء باقصى مصر وجنوبها. وبعدين على راي الاغنيه القديمه بتاع ايام جمال عبد الناصر، دي مش اغاني ولا كلام اماني، لا ده شيء ممكن وواقع. ايه اللي ممكن ودلوقتي حتى الريف احنا بنتكلم عن مفهوم جديد للبيت في القريه، لاول مره يجي لنا رئيس مصري يقول احنا عايزين نغير مفهوم البيت، ما بقاش بيت دور واحد، يعني الرئيس بيتكلم على ادوار متعدده للمنزل في القريه. يعني احنا بنتكلم في زمن مختلف ومفاهيم مختلفه، لان احنا فعلا داخلين على عالم جديد. ويمكن الواعي بشدة بهذا هو الرئيس، بيتكلم عن هذا العالم وبيحط إيده في تأسيسه وإنشائه وتجسيده على مستوى الواقع. إيه اللي ممكن يقف يعني حجر عثرة في طريق هذا التغيير الشامل؟ حاجتين: عدم وجود إرادة شعبية مساندة لأحلام الرئيس. اتنين، عدم ارتفاع الثقافة
الشعبية لهذا المستوى. وانت لازم لما بتعمل عمل مادي لابد أن يوازيه ثقافة. زي ما كنت بدأت تبني الشات بقى في أغنية معاك كانت بتقول إحنا قلنا هنبني وده إحنا بنينا السد العالي. العالي. أنا كنت بتعمل فعل مادي بس كنت بتوازيه بفعل معنوي يخلي أفكار الناس أحلام الناس تتغير معاك وأنت ماشي في الخط نفسه. إحنا عندنا دلوقتي حاجات مادية بتقف بس ما عندناش أحلام مغناة وبنغنيها وبنقولها مش بس على مستوى الأغنية على مستوى حاجات كتير جدا. أفهم من كلام حضرتك يا دكتور جابر إنه ما تقوم به الدولة ما تقوم به القيادة السياسية الآن من تغيير شامل لشكل البلد لشكل الدولة المصرية لا يصل بصورة كافية للمستهدفين من هذا التغيير للمواطنين نفسهم. طيب مين المقصر في هذا الشأن؟ رأيي الشخصي الدولة برضه لأنه أنت عامل زي اللي بيسقف بإيد واحد مش بيدل اثنين. يعني انت بتسقف وفعلا قدامك فعل وبتمارس فعل يستحق التسقيف لكنك بتسقف بيد واحدة. فين الايد التانية اللي تعمل السقوط؟ هي الثقافة والفن. هل يعني في حاجات كتير ناقصاك. يعني في زمن الرئيس عبد الناصر وفي النهضه اللي حصلت الزراعيه والصناعيه الاثنين على فكره نعم كان في الاثنين ما انا عشان كده بقول كان في مشروع فني ومشروع ادبي مشروع ثقافي مشروع جنب بعض. اعلامي ماشيين مع بعض ماشيين جنب بعض دلوقتي يعني ما فيش هذا المشروع. انا دلوقتي بين الحين والحين بلاقي صوره للرئيس وهو ماشي راكب عربيته بيقابل ناس بيبنوا فبينزل يسلم عليهم وبينكتب تحت خبر ان هو كان ماشي كذا قابل عمال في كذا. اذا انا عايز اقلب بقى اخلي الصوره هي الفرع والبنى هو الاساس كده يبقى انا بسقف بايدي الاثنين مش بايد واحده. أنا في عصري أعتقد بأمانة عصري بناء جديد وأنا عجبتني كلمة جميلة جدا للرئيس وهو بيقول إن يوم افتتاح العاصمة الجديدة هيبقى يوم افتتاح جديد لمصر. هذا صحيح لازم إحنا بقى كمصريين نحسه بشكل كامل نحسه ونلمسه ونشمه ويخش خيالنا ويخش وجداننا. نعم. زي ما عيننا شايفاه وزي ما ودننا سامعاه. نعم. فاهمني؟ نعم. يعني شاكر جدا وممتن لتحليل حضرتك الكاتب والمفكر الدكتور جابر عصفور، شكرا جزيلا يا فندم.